لكن انا انصحك انت وغيرك سواء كنت له او عليه الا يتعصب احدكم على اخيه المسلم، لانه ما منا من احد الا كما قال الامام مالك الا ورد ورد الا رد ورد عليه الا صاحب هذا القبر. ولذلك فارفعوا من قلوبكم العداوة والبغضاء ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله. فلا تكن مع سفر ولا مع سلمان ولا مع عمر، ولا تكن عليهم مع الدكتور ربيع ولا مع غيره ممن هم في خصام مبين الآن في بعض المسائل التي تعتبر مسائل فرعية وقع في مثلها الخلاف قديما بين الصحابة والذين جاءوا من بعدهم، ومع ذلك ما كان ذلك سببا بالفرقة والعداء والبغضاء بينهم. والتاريخ يعيد نفسه، فننصحكم أن تظلوا كما كنتم من قبل إخوانا على سرر متقابلين. بارك الله فيك وأحسن إليك يا شيخ.